شر البلية ما يضحك. هذا بالمختصر ما يمكن استخلاصه من مشاهد نقلتها كاميرا سبوتشات لبعض شوارع لبنان، التي تحولت من مسالك للسيارات إلى مسابح شعبية مجانية. مع كل عاصفة تطل برأسها علينا، وبفضل جهوزية وزارة الأشغال والبلديات لتصريف مياه الأمطار، تتحول شوارعنا إلى مستنقعات مائية تغرق فيها السيارات والمارة. وفي كل مرة يتقاذفون التهم ما بين الوزارة والبلديات والمتعهدين المحسوبين على هذا الطرف السياسي أو ذاك. من المسؤول عن هذه المعاناة السنوية؟ ولماذا تتجمع المياه بهذا الشكل على الطرقات؟ عندنا الطرقات الدولية والهايويز اللي بتربط المدن وبتربط المناطق ببعضها هي مسؤولية وزارة الأشغال. الطرقات الداخلية بقلب المدن والبلدات هي مسؤولية البلديات. الأنايات لو موجودين بدهم صيانة، مش بس تنظيف، لأنه بيكون بعض الأحيان متعرضين لتكسير أو لخراب وتخريب معين غير التنظيف. فهذا كمان بده أموال، يعني بده حدا يجي يظبطها. بدك تصلحي البيتون، بدك تصلحي أسطر، بدك تصلحي ريجار، بدك تصلحي الفتحة اللي بتكب بتفوت فيها المي تتمشي بضمن هالأنايات. قبل كان في المشكل موجود وقت كان في اعتمادات، كيف هلا بدون اعتمادات؟ يعني المشكل انضرب بأضعاف بسبب النكايات. هذا ما موجود عندنا، بس بنعمل نكايات ببعضنا، ما كل شيء متطور ما بنعمله لأنه بنحب نعمل نكايات. أضرار هذه المستنقعات خطيرة جداً على السلامة المرورية، وتنعكس مباشرة على سلامة المواطن. أنت سايقة سيارة ماشي بسرعة معينة، فجأتي بمستنقع مي، أول شيء ما رح فيك تعملي كنترول على السيارة، كأنك ضربتي بشي جسم صلب، فالسيارة بدك تفقدي الكنترول. وكتير أحيان بتعمل حوادث لأنه أنت ما بعد فيك تهدي الميزانية أو تعملي كنترول، خصوصا إذا واحد منه متوقع أو منه منتبه، خصوصا وخصوصا بالليل، وخصوصا بطرقات لبنان غير منورة، يعني ما في إنارة على الطرقات. إذا ضربت من تحت هتكسر أو هتطعج، وإذا ضربت بعنف هتفوت على الموتور، وإذا السيارة منها كتير مجهزة أو منها متطورة كتير هتطفي، هيفتح الأيرباك، هيصير حادث محتم. اللي جاي من ورا ما راح يكون متوقع كمان مثلك، وانت فتي وخففتي لانه اوريدي الصدام خفف السرعه، الوراكي حيعمل بوش يفوت فيكي. كيف يمكننا ان نحول النقمه الى نعمه ونستفيد من المياه الفائضه على الطرقات؟ بتستفيدي بالسدود. هلا لما انت بتكوني عم تعملي ميه الشتي بتحولي لميه الشتي اللي انت عملتي لها الاقنيه بتحوليها على هالانهار، وبالتالي هي بتروح على السدود وبتستفيدي من المي. مي صالحه للزراعه، بتخدبيها تستعمليها أنت بالفترة التانية اللي هي بالصيف وبيتشيرين اللي بيكون فيه هو جفاف. أنت الشغلة التانية والمهمة اللي فيك تستعملي السدود فيها بتصيد الحريق. ليش؟ لأنه السدود هي على الأنهر، وأغلب الأنهر يتمروا بأحراش، هي أنت مسافة تعبية المي وسرعة تعبية المي من السد اللي بيكون مجمع المي، فيك تعبي المي بالإطفائية أو بالإليكوبتر بثواني. فيك تطلع من المي كهرباء من كل سد بتعمليه، فيك تعملي حد ومعمل كهرباء بتطلع كهرباء بكلفة زيرو. هل وقعتم ضحية هذه المسابح الطبيعية؟ شاركونا في التعليقات.